الحياة اللي عايشينها كتير مؤلمة، وقلبنا نوصفها مش هنقدر نوصف اللي احنا عايشينه. احنا نازحنا من بيوتنا ونجينا هنا على خيمة ما فيش فيها أكل ولا فيها شرب ولا فيها مية، فيش فيها أدنى أبسط أمور الحياة. معايا طفلة كانت نايمة على فرشة طبية وكانت تأخذ علاج طبيعي وكان عندها أدوية كتير، يعني أبسط أمور الحياة بنفتقرها، واللي عنده مريض هو المريض. أنا بطلب من الجهات المختصة واللي بتسمعني تنظر إلنا بعين الرحمة، تنظر إلنا كيف إحنا عايشين، تحس فينا وتحس بمعاناتنا، لأنه والله عن جد الحرب صار لها سنة لكن عشنا اللي عشنا، حياتنا لا بتصير عدو ولا صاحب. يعني بنتي اللي بشوفها بتسد عن كل حاجة، يعني مش قادرة، يعني صارت عندها نقص في المناعة وصار عندها نقص في الغذاء وصار عندها نقص في كل إشي. Every day is a new opportunity to offer a helping hand for those people who are suffering in their daily lives in tents. With your donation, we can offer them a helping hand. Help us so their voices can be heard. شكراً ونيشن.